على طول هنا 28 25 غرز، وهنا كده 15 غرز، بحط بحشره كده احطه على كده يعتاد يروحه قطعه ايد. دي هدوم ابن حبيبي اللي بيجري عليا انا وابوه، حبيبي ابني لسه مخلص الجيش مش تاب شعره. دي هدوم ابن حبيبي عريس حبيبي روحي وقلبي، دي هدوم ابنه يرضى الله. الف الف سلام عليك. السلام. انا عارفه انت مش قادر تتكلم، بس احنا مضطرين ان احنا ناخد منك ونسمع منك اللي حصل لك بالظبط، لان الواقع والصور اللي وصلنا يعني ما حدش يستحمل يشوفها، واحنا مش هنعرضها للساده المشاهدين طبعا، مراعاه لظروفهم ولشعورهم برضو ان هو يعني جسمك كله متشوه متقطع. ايه اللي حصل لكل ده؟ انا رايح شغل عادي. صاحبي رن علي تعالى لي انا واقف عند الساعه عايزك. صاحبك رن عليك وقال لك تعالى لي واقف عند ايه؟ الساحه، باب الساحه. باب الساحه بتاعت كفر صقر. واقف معاه فيا ثلاث مكانات من ورا على ستة عيال ولا سبعة نزلوا بسكاكين من العيال الكبيرة ديت. العيال أول ما شافوهم اللي معايا جريوا، أنا معرفش في إيه، واقف عادي معرفش ولا أعرف العيال دي أصلا. نزلوا عليا بالسكاكين هم الكل عليك أنت؟ هم ما يعرفوكش؟ أما التانيين جريوا مفكرين تبع العيال التانية. يعني مجرد إن أنت واقف معاهم هم عملوا فيك كده. يعني جريوا وسابوك لوحدك انت مش فاهم الموضوع اصلا. انا مش فاهم حاجه ولا اعرف العيال دي اصلا. نزلوا فوق بسكاكين موتوه موتوه. فضلوا يضربوا فيا بسكاكين، حتى اخر خبطه اللي في ايدي ديت لما خبطني في ايدي واتقطعت خالص قال لي سيبه خلاص هو كده مات. ويجري يوم الكل كانش في حد عند الساحه. انا اعرف ان الساحه في الوقت ده كلها بتبقى ناس، محدش حاول يتدخل ويخش عنك. كله خايف، سبع عيال ماسكين سكاكين اضربه في واحد كله خايف يخش، وانت ملكش ذنب ومش عارف حاجه في اي حاجه ومش عارف انت بتضرب ليه. انا ما اعرفهمش اصلا، اول مره اشوفه. وصاحبك اللي بعت لك ده سبك ولا جري؟ اول ما شاف السكين وشاف العيال جري سابني لوحدي. طيب انت ضربت في دماغك وفي ايدك وفي رجلي وفي رجلك، ممكن نشوف الجروح دي ولا صعب؟ والله ابني مظلوم وريح شغله ودول عن اصحابه هجم عليه ثمانية بالسكاكين، مش يعرف حد فيهم خالص. يعني وريح شغله، مجرد ما يلاقوا حد واقف معاه ما يعرفوش يروحوا. لا وريح شغله بيجري علي انا وابوه، وابوه عنده 62 سنة هو اللي بيجري علينا، وانا مراكمة شرايح ومسامير مراكمة مفصل هنا هو اللي بيجري علينا. ريح شغله قطع عليه ثمانية بالسكاكين، خبطوه هنا 28 25 غرز، وهنا كده 15 غرز، بحط بحش ايده كده احطه على كده يعتاد يروحه قطعه ايد. دي مش رضا الله، ودي ابني اللي بيجري عليا وانا عايز حق، انا عايز حق ابني مش هاسكت. او دي هدوم ابني، دي مش دي عدل الله؟ عايز رايح شغل ينعمل فيه كده؟ دي هدوم ابني، دي هدوم ابني حبيبي، دي هدوم ابني، دي هدوم ابني، دي يرضى الله؟ دي يرضى الله؟ دي مش يرضى الله؟ عيل شباب، عيل شباب مش نعمل في كده، عيل شباب رحلة شغل، عيل شباب، عيل شباب رحلة شغل، يتبهدل البهدلة دي يا جماعة، عيل شباب رايح شغل يتشطر كده بالشواطير كده، يتدهول كده بالشواطير، دي هدوم ابني، دي هدوم ابني حبيبي اللي بيجري علي انا وابوه، حبيبي ابني لسه مخلص الجيش مش تاب شعره. دي هدوم ابن حبيبي عريس حبيبي روحي وقلبي، دي هدوم ابن يرضى الله؟ يرضى الله الشرفة دي؟ يرضى التكتاه دي؟ طب على دول على اصحابه كله يتشرحوا كده؟ دي هدوم ابن العريس الحلو، حتى ابوه قطع دراعه وقطعوا راسه وهشوا رجله، يرضى الله؟ انا عايز حق ابني، انا عايز حق ابني تالت ومتلت. العريس اللي حطبوه ده مش عاد عايش على الجزائر ده، عايز حق ابني تالت ومتلت روح وقلب حبيبي. هدوم ابني، هدوم ابني حبيبي، هدوم ابني روح وقلب، روح وقلب، هدوم ابني حبيبي. حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ عريس روح اجيب لي نجمه عيش طلع من اللي واقفين كلهم هم يتدولوه ثمانيه يشرحوه يشرحوه بالسكينه، ينفع كده؟ ثمانية بثمان سكاكين على عين راح يجري عليا انا وابوه، راح يجيب لنا نجمة عيش يلعبل في كده؟ مش ذنبه حاجة، مش ذنبه حاجة، راح يجيب له والله العظيم ينفع كده؟ يدوم ابنا ان كان يرضى الله يرضى الله، ما عادش في حاجة سليمة ينفع كده؟ ابني مش لحد دمروه، راسه فتحوها 25 غرز ورحشوا رجل
وقطعوا ايده. نقص في ابني ايه؟ نقص فيه يعملوا فيه اكتر من كده؟ يعملوا في ابني اكتر من كده؟ انا عايزه حق ابني ثالث من ثالث، وحسبي الله ونعم الوكيل. زي ما حضراتكم شفتوا والدته منهاره جدا، حقها طبعا ابنها اللي بيصرف عليها وبوالي البيت. لسه شاب عنده 25 سنه في المستقبل، عمره هيعيش بعهات مستديمه، مدى حياته ايديه مقطوعه ودماغه زي ما حضراتكم شفتوا. ما يا عمتي دلوقتي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا هبه. السلام على محمود. الله يسلمك يا حبيبتي. بس مش ينفع اللي عملوه فيه ده، والله ما ينفع ولا يرضي ربنا. ان كان يرضي ربنا لاي حد اللي هم شايفينه يعملوه، بس مش يرضي ربنا. هيروح يشوف اكل عيشه، احنا لا بنسرق احنا ماشيين بعرق وشنا، مش نعمل فينا الاعمال دي. ارجو منكو مش تنعمل فينا الاعمال دي، وعايزين حق ابننا، حرق قلبنا احنا، حرق قلبنا وربنا اللي يعلم بينا. وحرام، حرام والله حرام اللي بنعمل فيه ده. الله وكيل، حرام، ما يرضي ربنا. والله ما ده رايح يحوش ورايح شغله ولقي المنصب قدامه خاشش، يعني دي جزاته يعني اللي عامل فيه كده العمال دي؟ والله ما يرضي ربنا ولا يرضي ربنا ابدا العمال اللي بنعمل فيه ده. احنا ناس على جد حنا بس بناكلها بعرق وش، مش بنحب مشاكل مع حد، والبلد كلها عارف، البلد كلها عارف. يعني يرضي مين؟ يرضي مين المنظر اللي انتوا شفتوه ده؟ يرضي مين؟ والله ما يرضي ربنا ابد. لا ده عازب لسه مش شاف اي حاجه. يعني ينفع العمال اللي انعملت فيه دراعه عجز عدم العواجز؟ يرضي مين؟ يرضي مين العمال دي؟ والله ما يرضي ربنا ابدا ولا يرضي ربنا. ده حرق قلبنا، بس احنا مش قادرين نعمل ايه. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده يا ابني. معايا عمته، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. ربنا معاك يا حاجه، والف سلام على محمد. ينفع فيهم يعملوا فيه العمل الشندي؟ ينفع وده عيل يعني ابوه غلبان، وهم ناس غلابه على قد حالهم، يعني كمان الناس غلابه على قد حالها، يعملوا فيه البهدله دي؟ والله انت لما تشوف الجريمه على التليفون يعني تقطع في قلب الانسان. يعني ينفع كده عيل شباب زي دي يضيعوا شبابه يا قلب امه، وده رايح يجيب لقمه عيش لابوه؟ ايه ينفع ويا هم هينفع يا ما ينفعش. وانت كنت شفت المنظر بتاعه ويرضيكوا؟ اللي يرضيكوا هيرضينا، اللي يرضيكوا انتوا وهيرضينا. بالله ابن اخويا ما بتاع مشاكل، والله ما بتاع مشاكل، وهو اخوه محدش بيسمع لهم. انا عمتهم مش بسمع لهم حس، والله ما بيجوا عندي الا بكلم الانسان فيهم بيكلمني وهتتبوظوا في الارض. طلباتي ده ينعدموا في ميدان عام، ينعدموا، حرام عليهم. هي فرخه بيذبحوها؟ ده مش ده انسان زيهم، شباب زيهم، ان كان اهاليهم مبسوطه شويه وعايزين يضيعوا الدور علينا. يجيبوا حقه وربنا المطالع وحسب الله ونعم الوكيل فيهم في كل ما حطدوا عليك يا ابن اخوي. حسب الله ونعم الوكيل فيهم على بهدلته. والله انا ما بشوفه النار، ما شفته، ما في لقمه نزلت بط. صعبان عليا ومنظره، وعيل شباب يعني مش في قلبهم تقوى، مش في قلبهم تقوى. سالي على طوب الارض هنا، اسال على عيال اخويا كلهتهم. عمر معيل جاب اي صوبه لابوه في حالهم. غلابه والله غلابه، وابهاتهم اغلب الغلابه. يعملوا فيهم كده؟